اهلا بكم ابناء الاعزاء طلاب الصف الثاني الاعدادي. ان شاء الله النهارده مع بعض هنحل موديل 1 من الجيومتري امتحانات 2024 من ملخص المعاصر. نبدا مع بعض بالسؤال الاول، بيقول كومبليت ذا فولوينج ان ذا اوبزيت فيجر اي بي سبيس ايكوال بي سي تايمز اي دي. نشوف الحروف اللاين سيج مثل ما اديها لي اي بي، ادي اي بي اهو، تايمز مين تديني بي سي تايمز اي دي، طبعا يبقى تايمز اي AB times AC equal B AB times AC equal BC times AD. بعد كده triangle ABC AC square plus BC square equal AB square، يبقى measure of angle mean equal 90 degree. طبعا A فوش السايد ده، السايد ده AB، أحط الحرف اللي ناقص اللي هو C في النص يبقى ACB أو أنجل سي، ممكن أكتب سي بس. If the point A belongs to line L، أدي A موجود على الستريت لاين L، then the projection of the point A، طبعا البروجيكشن بتاعها يكون نفس النقطة اللي هي A، the point A. The area of the circle of diameter 14، يبقى radius equal 7 سنتيمتر. بعد كده area، طبعا عارفين area of circle equal a by r squared، ادي by عندي 22 over 7 times r squared، يبقى 7 times 7، 7 divided by 7 1، وهنا 7 divided by 7 1، بعد كده 7 times 22 equal 154، يبقى هنا 154 square centimeter. السؤال اللي بعد كده بيقول لي a trapezium whose base length are 8 and 10 and its height is 5. طبعا ادي الترابيزيوم، ممكن نرسمه عشان خاطر ايه ما نتوهش. ادي دي 10 ودي 8 التو بيسز، والهايت بتاعه ايكوال ايه؟ ايكوال 5. احنا عارفين اريا ايكوال سم اوف تو بيسز ديفايد باي 2، يبقى 8 بلس 10 ديفايد باي 2 تايمز الهايت اللي هو ايه؟ 5، يبقى 18 ديفايد باي 2 ايكوال 9، 9 تايمز 5 ايكوال 45 سكوير سنتيمتر. خلصنا من السؤال ده، نروح للسؤال اللي بعد كده. بيقول لي choose the correct answer in triangle ABC if AB square greater than BC square plus AC square، يبقى measure of angle C اللي هي فوش السايد اللي هو الأكبر ده اللي هو ده، طبعا على طول هتبقى ايه؟ obtuse angle عشان greater than. A rhombus whose diagonals length 6 and 10، ادي رومبوس اهو، التو دياجونالز ادي واحد كده واحد كده، ده 10 وده ايه وده 6، يبقى اريا على طول ايكوال هاف تايمز البرودكت بتاع التو دياجونالز، يبقى 10 تايم 6 ديفايد باي 2 هنا 1، وهنا ديفايد باي 2 5، 5 تايم 6 ايكوال 30، يبقى 30 سكوير سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the ratio between the length of two corresponding sides of two similar polygons is 3 to 5، then the ratio between their perimeter، طبعا ال ratio between perimeter هتكون نفس القيمة بتاعت اللي مديها لي هنا، يبقى 3 to 5. روح للسؤال اللي بعد كده، بيقول لي the area if the area of trapezium is 100 and the height is 5 then the length of its middle base، طبعا احنا عارفين area of trapezium equal middle base times height، area equal middle base times height، area عندي 100 الميدل بيز عندي ما اعرفهاش times the height اللي هو ايه 5، يبقى البيز دي هتبقى 100 divided by 5 equal 20. السؤال اللي بعد كده ABCD is a parallelogram in which measure of angle A equal
70 يبقى ميجر في انجل بي. طالما الحرفين ورا بعض في البارالوجرام يبقى مجموعهم على طول 180، يبقى بي دي هتبقى 180 ماينس 70 يبقى 110 ديجري. تمام اهو، لو انا راسم بارالوجرام ادي A و B، الاثنين دول بيكونوا طبعا ايه كونسيكتيف ليترز، فعلى طول لازم يكون مجموع الزاويتين دول 180. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي زي ما في ايش انجل اوف ريجولار بنتاجون، ريجولار بنتاجون يبقى ايه الرول بتاعنا؟ طبعا ان ماينس 2 تايمز 180 اوفر ان دي 5، يبقى 5 ماينس 2 3، 3 تايمز 180 ديفايدد باي 5، واعمل ديفايدد باي هنا هتديني على طول الاجابه 108 السؤال اللي بعد كده بيقول لي the side length of one of two similar triangles are 3, 4, 5 and the perimeter of the other triangle is 36. Find the side length of the other triangle. لو انا هنا هعتبر two triangles مثلا اي حروف كده let the two triangles نكتب triangles احسن R triangle A B C والتاني triangle X Y Z. نبدأ نكتب A similarity rules، هنا يبقى A B الحرف الاول والتاني over X Y، هيبقى B هنا B C over Y Z، في الآخر هنا A C over X Z. طبعا equal A perimeter of triangle A B C over perimeter of triangle X Y Z. نبدأ نشوف الحاجات المعلومات اللي مديها لي، يبقى هنا 3 over X Y equal 4 over YZ equal AC اللي هو 5 over XZ، وبعد كده perimeter of other triangle يبقى triangle A اللي هو ايه اللي تحت، هيبقى هنا كده 36، والperimeter بتاع اللي فوق 3 plus 4 plus 5 equal طبعا ايه 12. ده كده المفتاح بتاع السؤال او عندي، يبقى اقدر اجيب اكس واي ايكوال 3 تايمز 36 اوفر 12، هتبقى 3 تايم 3 ايكوال 9 سنتيمتر. بعد كده واي زد هتبقى 4 تايمز 36 اوفر 12، تبقى 12 سنتيمتر. بعد كده اكس Z تبقى 5 times 36 over 12 هتبقى 15 سنتيمتر. وبكده جبت 3 sides اللي هو ايه عايزه. نروح للسؤال اللي بعد كده. هنا بيقول in the opposite figure A B C D is a parallelogram. X belongs to A B وعندي y belongs to AD such that the area of triangle CBX equal area of triangle CYD. Prove that XY parallel to BD. هنبدأ نشوف مين الترينجل اللي equal عندي هنا في الـA من خلال الرسم. Triangle two triangles. الأول C B X، C B X equal أو والترينجل الثاني لسه ما قلتش هيكون ما استنتجتش إنه ما equal لسه D B X. تمام D B X
التو تراينجلز دول هاف كومن بيز بي اكس وايه تاني وعندي اي بي اي بي برر تو سي دي يبقى زير فور الاريا بتاعتهم هتكون كده ايكوال اريا اوف تراينجل سي بي اكس ايكوال اريا اوف تراينجل دي بي اكس واعتبر دي نمبر 1 وبعد كده two triangles CYD CYD وايه تاني BYD دول half common base طبعا YD يبقى كده وعندي طبعا AD برر 2 AD برر 2 لا BC BC برر 2 AD أو YD يبقى زير فور برضو ان الاريا بتاعتهم كده ايه ايكوال اريا اوف ترينجل سي واي دي ايكوال اريا اوف ترينجل بي واي دي كده نمبر تو وناخد الاريا بتاعت الايه اللي هو مديها لي هنا اللي هي في الجيفن او السنس اريا of triangle C B X equal area of triangle C Y D واسميها 3 at C Y D اهو equal B Y D و C B X هنا equal D B X يبقى هستنتج ان D B X اللي هو ده equal مين B Y D اللي هو احنا عايزينه ده يبقى كده يبقى زير فور area of triangle dbx equal area of triangle byd طبعا half common base bd نشوف two triangles دول dbx at db X اللي هو ده ايكوال طبعا ده والاثنين دول ليهم كومن بيز اللي هي دي بي يبقى على طول اللي هو عايزه هيبقى اكس واي برر تو بي دي سؤال سهل وبسيط ودايما مكرر عندنا في الامتحانات الاسئله اللي بالشكل ده نروح للسؤال اللي بعد كده بيقول لي triangle in the opposite figure triangle ABC is a triangle in which BD equal to centimeter CD equal 8 centimeter AD equal 4 centimeter AD perpendicular to BC prove that measure of angle BAC equal 90 degree طبعا في التريانجل معروف التريانجل ده right angle triangle يبقى على طول او اللوسينس طبعا ايه ترانجل A B C A B D is right angled triangle at D يبقى therefore
AB square equal AD square plus BD square. كده انا هجيب AB هتبقى equal 4 square plus 2 square هتبقى 16 plus 4 equal 20. يبقى AB كده هيبقى equal square root of A 20. بعد كده in triangle ADC هنجيب السايد AC دلوقتي in triangle ADC طبعا أو since triangle ADC is right angle the triangle at D برضو يبقى therefore AC square equal AD square plus CD square equal 4 square plus 8 square هيديني كده 4 square 16 و 8 square كده 64 يبقى 80 تمام كده نروح بعد كده ان تراينجل اي بي سي في تراينجل كبير اقول له سينس اي بي سكوير بلس اي سي سكوير هتبقى طبعا كده AAT plus 20 يبقى equal 100 وقوله since برضو BC square equal 10 square هتبقى 100 يبقى كده therefore طبعا BC square equal AB square plus AC square ومن هذه استنتج انه therefore measure of angle اللي هو عايزها BAC D equal 90 degree. سؤال سهل جدا برضو بسيط خالص انا مجرد جبت السايد ده وجبت السايد ده وثبت بعد كده ان السايد ده square equal ده square plus ده square خلاص يبقى الانجل دي equal 90 degree. السؤال اللي بعد كده بيقول لي A B C D is a parallelogram at A B C D بيقول لي A B equal 18 سنتيمتر B C equal 12 بعد كده بيقول لي D E DE parallel to perpendicular to BC و DO perpendicular to BC أو AB DO perpendicular DE perpendicular to BC يبقى E هنا و O هنا تمام بعد كده DE ده equal 15 سنتيمتر calculate the area of parallelogram طبعا area على طول هتبقى equal A base times times height البيز عندي اللي هي A 12 times 15 لو عملت 12 times 15 هتديني 180 سكوير سنتيمتر بعد كده انا محتاج دي او انا معايا البيز اهي ومعايا الاريا يبقى اريا ايكوال بيز تايم هايت اريا اهي 180 والبيز عندي انا عارفها 18 تايمز الهايت اللي هو ايه دي او يبقى دي او
كده equal 180 divided by 18 equal 10 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ABC is a triangle in which A measure of angle A equal 50, measure of angle B equals 60, arrange the length of the sides of the triangle in descending order. طبعا الأول هشوف الأنجل الناقصة يبقى in triangle ABC يبقى measure of angle C اللي ناقصه equal 180 minus 50 plus 60 equal طبعا ايه هتبقى 70 degree. راح اقول له الترتيب بتاع الانجل since measure of angle C greater than measure of angle B greater than measure of angle A انجل سي يبقى الحرفين اللي في وشها الحرفين الناقصين يبقى اي بي يبقى اي بي جريتر ذان بي الحرفين اللي في وشها يبقى ايه اي سي وبعد كده هنا بي سي يبقى كده ترتيب السايز فروم ذا جريتست تو ذا سمولست هيكون اي بي جريتر ذان اي سي جريتر ذان بي سي ده ديسندنج اوردر. The descending order AB AC BC. وبكده يكون خلص حل السؤال ده. نروح للسؤال اللي بعده. In the opposite figure ABCD is a quadrilateral in which AD parallel to BC AC intersection BD at E proves that the area of triangle ABE equal area of triangle DCE. عايز area of triangle ده equal area of triangle ده. طبعا اقول له two triangles A D B و A D C have common base A D وتاني وعندي AD parallel to BC يبقى therefore area بتاعت الاتنين دول two triangles دول equal area of triangle ADB equal area of triangle ADC. بعد اعمل subtracting التريانجل الصغير ده اقول له by subtracting area of triangle ADE from both sides يبقى على طول therefore area تحت المطلوب area of triangle ABE equal area of triangle DCE. وبكده يكون خلصنا حل الامتحان بتاعنا. طبعا هتلاقوا حل الامتحانات كلها موجود على قناة اليوتيوب ان شاء الله وهنلاقي مراجعات كتير وحل تدريبات دايما هتلاقوها دايما على المنصة بتاعتنا. اتمنى انكم تشاركوا معنا على المنصة وشكرا لكم والى اللقاء.